بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بيكم. هل فعلا في ويندوز 12؟ وهل لو في ويندوز 12 ازاي تقدر انك انت تحمله؟ ولو ما فيش ويندوز 12، هي مايكروسوفت بالفعل بتنوي اصدار ويندوز 12 في الفتره القريبه اللي جايه؟ وكمان هنتكلم في الحلقه بتاعه النهارده، هل انت هيتم الوقف الدعم عن ويندوز 10؟ لان الموضوعين مربوطين ببعض، وقف الدعم عن ويندوز 10 وكمان اصدار ويندوز 12، هم مربوطين ببعض بشكل كبير جدا. بس قبل ما اقول لك على الحاجات دي كلها، تعال نطلع مع بعض فصل بسيط جدا نتعرف على الراعي الرسمي بتاع القناه بتاعتنا، وهو متجر سيديكي اوفر. متجر جميل جدا، بيقدم لك سيريالات اصليه لنسخ الويندوز بتفعل بيها مدى الحياه. يلا بينا. تعالى اقول لك ازاي لو انت عايز تشتري نسخه ويندوز اصليه بسيريال اصلي مدى الحياه. كل عليك تخش على الرابط اللي في صندوق الوصف على متجر سيديكي اوفر. زي ما انت شايف، نسخه ويندوز 10 سعرها $22. كل عليك بعد ما بتنشئ حساب على الموقع، بتختار النسخه وتضغط هنا على كلمه باي ناو. بعد كده هتلاقي فكره كوبون خصم بيعمل 25% خصم على سعر النسخه. مجرد ما تضيفه وتضغط هنا على ابلاي، سعر النسخه هيتحول ل $16. اما لو انت عايز تشتري مفتاح اصلي لويندوز 11، زي ما انت شايف سعره $30. مجرد بس ما تضغط هنا على باي ناو، ونفس الكوبون برده بتضيفه 25% خصم وتضغط هنا على ابلاي، بتحول سعرها ل $23. اما لو بتحب المكتبية زي اوفيس 2019، فزي ما انت شايف سعره $63. مجرد ما بتضغط على باي ناو، تقدر تضيف كوبون الخصم زي ما انت شايف وتضغط هنا على ابلاي، سعره بيتحول من $63 ل $47. كل عليك بعد ما تختار السيريال اللي انت عايزه، بتضغط هنا على سبميت اوردر. وبالنسبه لوسائل الدفع اللي موجوده على الموقع، فالموقع فيه اكتر من وسيله زي البايبل والفيزا وباي، تقدر انك تدفع باي وسيله انت عايزها بكل سهوله. وبتقدر بعد كده بتحصل على سيريال بيفعل لك بيه نسخه الويندوز مدى الحياه. مجرد ما بتضيفه وتضغط على اكتف، وزي ما انت شايف بتلاقي النسخه بعد كده متفعله عندك مدى الحياه حتى لو عملت فورمات. ودلوقتي بعد ما رجعنا فاصل، تعالى اقول لك بقى على الموضوع كله واعرفك الزتونه، وازاي مايكروسوفت بتفكر في عمليه وقف الدعم عن انظمه التشغيل اللي موجوده حاليا، وازاي هي بتفكر ان هي تصدر انظمه تشغيل جديده زي ويندوز 12. العمليه بكل بساطه، لو جينا اتكلمنا الاول عن وقف الدعم عن ويندوز 10، بالفعل مايكروسوفت رسميا اعلنت ان في وقف دعم عن ويندوز 10 في عام 2025، وبالتحديد في شهر اكتوبر، يعني السنه الجايه عام 2025، لان احنا بنتكلم الحلقه الوقت بتتصور في عام 2024. في عام 2025 بالفعل الدعم هيقف عن ويندوز 10، ومش هتقدر تستخدمه بشكل امن، لان مش هينزل له تحديثات امنيه جديده او اي تحديثات جديده. كده اتاكدنا من الخبر بتاع وقف الدعم، خلاص ويندوز 10 اخره معانا مكمل لحد 2025، يعني بالظبط حوالي لسه اكتر من، يمكن تتكلم في سنتين، انت بتتكلم في سنتين مش فتره قليله. طيب ده بالنسبه لموضوع وقف الدعم عن ويندوز 10. نيجي بقى لحاجه مهمه جدا عشان تفهم الليله ازاي قبل ما نتكلم عن موعد اصدار ويندوز 12، او هل بالفعل في ويندوز 12. بكل بساطه لو رجعنا حوالي 23 سنه لورا، يعني ما تخافش، 23 سنه دول هيعدوا في دقيقتين بالظبط. من 23 سنه بالظبط شركه مايكروسوفت اطلقت نظام ويندوز اكس بي، وكان في الفتره دي من الانظمه الجميله جدا اللي مستخدمين كتير جدا عجبها نظام ويندوز اكس بي، وشافت ان هو طفره كبيره جدا في انظمه التشغيل عندك على الحواسيب بتاعتك، وبدات ان هي تستخدمه. وفضل ويندوز اكس بي من عام 2001 لحد عام 2014، يعني حوالي 13 سنه شركه مايكروسوفت بتقدم له الدعم وبينزل له تحديثات، وناس كتير جدا بتستخدمه وراضيه بيه. لكن بعد كده شافت ان هي لازم تطور من نفسها وتعمل نظام تشغيل جديد. عملت أنظمة تشغيل عشوائية لا تذكر، طبعا مش هنتكلم عنها، لكن النظام اللي كان يذكر بعد ويندوز اكس بي هو ويندوز 7. ويندوز 7 جه طفرة أكبر وأكبر من اكس بي، خلى مستخدمين كتير جدا تغير فكرتها عن أنظمة التشغيل، وشايفة إن ويندوز 7 ده من أفضل وأسهل أنظمة التشغيل، مع العلم من رأيي الشخصي إن هو فعلا أفضل نظام تشغيل أصدرته مايكروسوفت لحد اللحظة. وحط تحت اللحظة دي ألف خط، لأن هنحتاجها بعد كده في الحلقة بتاعتنا. زي ما قلت لك، كان ويندوز 7 من افضل الانظمه اللي اصدرتها مايكروسوفت، وفضل بقى من عام 2009 معاك لحد عام 2020. اذا هو قعد 11 سنه بالظبط شركه مايكروسوفت بتنزل له دعم وتحديثات، وناس كتيره جدا زي ما قلت لك كانت شغاله بيه، ورغم ان في لحد اللحظه دي برضو في ناس لسه شغاله بيه برغم الوقف الدعم عنه. اذا عرفنا ملخص كده بسيط، اكس بي قعد 13 سنه بتقدم له الدعم، 7 قعد 11 سنه بيتقدم له الدعم. جه بعد كده بعد ويندوز 7 كان لازم برضه ان هم يعملوا نقله، قعدوا خلاص 11 سنه فتره كبيره جدا، لازم ينزلوا نظام تشغيل جديد. وبعد ال 11 سنه دول كان لازم مايكروسوفت ان هي تنزل نظام تشغيل جديد، وبعدها بدات تفكر فنزلت بويندوز 8. ويندوز 8 كان من افشل الانظمه اللي انت ممكن تستخدمها عندك على الجهاز، لكن مايكروسوفت حاولت تتدارك الموضوع ونزلت ب 8.1 التحديث بتاعه. و 8.1 يعني مش هقول نظام فاشل، لكن ما كانش متوجه للحواسيب مش للكمبيوتر، هو كان الافضل ان هو يتوجه للفئه بتاعت التابلت، ان هو ينزل نظام تشغيل على التابلت كان هيكون كويس جدا تقدر تستخدمه، فمش هنتكلم عنه برضه لانه خد فتره صغيره جدا، ما كملش حتى الفترات الكبيره زي اكس بي 13 سنه، ولا حتى زي السفن اللي قعد 11 سنه. نيجي بعد كده بقى للنظام اللي جه يعتبر بعد السفن هو كبير جدا، هو نظام ويندوز 10.
ويندوز 10 حرفيا بيرجع ياخد مكانة كبيرة جدا لدى المستخدمين الحواسيب، ويكون من افضل الانظمة اللي ممكن تقدر تستخدمها. طيب ويندوز 10 بقى صدر سنة كام؟ سنة 2005. احنا بنتكلم ان هو يقف الدعم عنه في 2025. اذا ويندوز 10 عمره هيكون مع مايكروسوفت معانا قد ايه؟ 10 سنين. اذا هو ثالث نظام تشغيل بياخد مرحلة اقل. عندنا اكس بي خد 13 سنة، عندنا 7 خد 11 سنة، عندنا 10 هياخد 10 سنين بس. طيب بعد طبعا انت عارف ان قلنا تفكير مايكروسوفت عبارة عن بتوقف دعم عن نظام تشغيل وبتبدأ ان هي تطلع نظام تشغيل تاني. وفكرة مايكروسوفت ما عندهاش حاجة اسمها النظام الاوحد، يعني ما بتفكرش في حاجة اسمها ايه خلاص. في ناس كتير جدا كانت قالت لك ويندوز 10 ده اخر نظام تشغيل، وصدر ويندوز 11 بعد كده، وكنا اتكلمنا في حلقة زي دي بالظبط، ممكن تشوفها من الاي دي، كنا اتكلمنا ساعتها كان ويندوز 10 بس اللي موجود، وناس كتير جدا كانت بتقول لك ما فيش حاجة اسمها ويندوز 11، وقلنا ان ويندوز 11 جاي وحددنا الميعاد بتاعه، وبالفعل صدر في نفس الميعاد اللي كنا بنتكلم فيه بالظبط. ليه؟ لان العمليه محسوبه. حتى لو مايكروسوفت ما اعلنتش رسميا لحد دلوقتي، مايكروسوفت ما اعلنتش رسميا عن ويندوز 12 خالص، لكن العمليه محسوبه. ده نظام شركه شغالين بيه، ما يقدرش ان هم يغيروه، لان هي خلاص ما ينفعش ان انا يكون عندي نظام اوحد اللي هو ويندوز 11 اشتغل عليه بس وخلاص على كده. لازم ان انا كل فتره كبيره جدا مثلا كل 10 سنين ابدا ان انا انزل نظام تشغيل جديد، والا خلاص. يعني انت مثلا لو انت شغال على ويندوز 11 دلوقتي، تعالى بعد 10 15 سنه ولسه شغال على ويندوز 11، هتقول يا هو انا لسه شغال على ويندوز 11؟ ده ويندوز 11 ده بقى قد ايه؟ مهما ينزل له من تحديثات ومن تغييرات برضه هيفضل نظام تشغيل قديم بعد 10 15 سنه. فاذا خلاص ويندوز 10 دلوقتي بقى له 10 سنين، حان الوقت ان هو يودعنا. طب هيكون ايه البديل اللي جنب ويندوز 11 او ويندوز 11؟ لازم ينزل ويندوز 12. اذا عرفنا ميعاد الرسمي بتاع نزول ويندوز 12 هيكون مع ميعاد انتهاء الدعم عن ويندوز 10 في عام 2025. تقريبا كده هتلاقي، وبالتاكيد هتلاقي ان ويندوز 12 صدر الاول، وبعديها بشهر او شهرين هتلاقي ان صدر برضو قرار خلاص النهائي بوقف الدعم عن ويندوز 10. يعني ده هينزل الاول ويندوز 12 عشان يخليك في نظامين تشغيل مثلا موجودين، وبعد كده يقول لك خلاص ويندوز 10 خلاص بقى عندك ويندوز 11 وويندوز 12 اتنقل ما بينهم براحتك. فخلاص ويندوز 10 هيودعنا في 2025، وفي الفعل هتلاقي بنسبة 99% ويندوز 12 هيكون موجود. طبعا ده كله في شهر اكتوبر في عام 2025، لان ده شهر المفاجآت والتحديثات بتاعه مايكروسوفت بالنسبة لانظمة التشغيل. كده انت فهمت كل حاجه، فهمت امتى هيتوقف الدعم عن ويندوز 10، وفي امتى يبدا كمان هينزل ويندوز 12. حد يقول لي ده انا شفت على مواقع وعلى فيديوهات نسخ ويندوز 12 وناس بتقول لك شكلها عامل ازاي ومميزاتها، ومفيش الكلام ده كله خالص. دي نسخ معدله مش نسخ اصليه خالص لويندوز ولا اصدرتها مايكروسوفت، دي نسخ معدله بيكتب بس عليها او بيتعمل عليها خلفيه او الكلام ده كله، لكن مفيش ويندوز 12 قبل اواخر عام 2025. ممكن بعد كده في اوائل السنه هتبدا 25 هيبدا ينزل مثلا نسخ، مثلا اللي هي النسخ التجريبيه تقدر انك تستخدمها كمثلا كنظام مثلا وهمي ولا حاجه تشوفها، لكن كنظام اساسي لسه بدري كتير. حتى مايكروسوفت ما اعلنتش زي ما قلت لك عنه، برغم كل الكلام اللي بيتقال على اليوتيوب او حتى على النت بالكامل. حاجه مهمه جدا عايز اعرفها لك كمان، بالنسبه ان احنا بنتكلم عن ويندوز 12 اللي لسه هيصدر في عام 2025، ويندوز 12 هيكون حرفيا افضل نظام تشغيل صدر من مايكروسوفت. حد هيقول لي ازاي ده؟ احنا عندنا 7 كنا بنعشقه، وعندنا 10 كان جميل جدا، 11 حلو بس عايز اجهزه تقيله والكلام ده وامكانيات كبيره. لا سيبك من ويندوز 7 ويندوز 10، لا ويندوز 12 هيكون هو فعلا افضل نظام تشغيل ممكن تستخدمه. الدليل على كده او المعطيات اللي بتدل على كده ان دلوقتي خلاص، طبعا احنا عارفين دلوقتي الذكاء الاصطناعي مسيطر على كل حاجه. اي برنامج بتستخدمه بتلاقي فيه الذكاء الاصطناعي، اي اداه بتستخدمها بتلاقي فيه الذكاء الاصطناعي، البراوزر المتصفح بتاعك شغال بالذكاء الاصطناعي. ففي حاجات كتير جدا هتبدا تتطور في الذكاء الاصطناعي، ومنها طبعا لازم الحاجه الاساسيه هي نظام التشغيل. فويندوز 12 هيكون بص هو اصلا يعني كل اداه فيه او كل فيتشر فيه مرتبطه بالذكاء الاصطناعي. النوتبات اللي بتفتحها، البرنامج لتشغيل الفيديوهات او تشغيل ملفات الصوت هيكون مرتبط بالذكاء الاصطناعي. كل الادوات المتصفح المدمج ذات نفسه ايدج هيكون برضو لو كان لسه مكمل معانا هيكون برضو مرتبط بالذكاء الاصطناعي في كل حاجه. اي نعم هم دلوقتي بداوا ان هم بالفعل يضيفوا الحاجات دي، لكن مع ويندوز 12 هيكون في فرق كبير جدا. هتلاقي عباره عن نظام تشغيل يعتبر كل حاجه فيه ذكيه بشكل كبير جدا بالنسبه لدمج الذكاء الاصطناعي فيه. فويندوز 12 هيكون طفره كبيره جدا في انظمه التشغيل اللي بتقدمها شركه مايكروسوفت. كده عرفنا كل حاجه عن الموضوع بكل بساطه. عايزك بقى بعد ما خلصنا الحلقه بتاعت النهارده تنزل دلوقتي تكتب لي كومنت، هل انت متوقع فعلا صدور ويندوز 12 في عام 2025، ولا انت شايف ان خلاص مفيش ويندوز 12 واخر نظام تشغيل ويندوز 11؟ يا رب كل حلقه عجبتكم وتكون استفدتوا منها. يا ريت ما تنسوش تشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.